اهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ رؤيا. وصلنا هلا لفقره التغذيه. اليوم مع رند الديسي رح نحكي عن الطرق الغذائيه لزياده الوزن. يا سلام على الاسم، يعني مجرد انك تقول هيك زياده الوزن قد ايه بفرح. عيد الجمله. الطرق الغذائيه لزياده الوزن. تخيل حدا يقول لك او انا ولا مش حدا يقول لي الوزن. والله هي معاك مره كمان. هي شفتي جوين ذا كلب. اذا كلياتنا نفسنا بس انت تقولي على بالي انصح. انا على فكره انا كثير بعرف ناس بتغلبوا. نفسي انصح. بتغلبوا فعليا. بقولها انا نفسي يعني احنا بنمزح وبنضحك بس هو فعليا يعني هي مشكله. بتعرفي انه بضايقهم اكثر ما نحن بضايقنا موضوع النحف. طبعا لانه هلا رح نحكي زياده الوزن شيء مش سهل. ابدا ابدا ابدا. عاده الاشخاص اللي بدها تخسر وزن قابليتها على منع جسمها من استهلاك الطعام بتكون اسهل من شخص يخصب حاله انه ياكل شيء هو صدقا او عن جد مش جاي على باله انه ياكله او مش قادر انه ياكله او بحس بمغص لما ياكله. حلو. هلا اليوم اخترت احكي عن هذا الموضوع لانه عن جد كثير عم بيجيني اسئله على الانستغرام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي كيف نحن بنقدر نزيد من وزننا. حلو. فحبينا اليوم هيك نحكي بطريقه سهله سريعه كيف عن جد في طرق غذائيه علاجيه سهله سريعه لزياده الوزن. مثلا ياكلوا جريتان. جريتان مثلا هذه شيء بنصح مش بنصح 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 ياكلوا بس قطعه واحده من الجريتان. ما هو المشكله ديما انه اللي عنده هذه المشكله ما بيقدرش ياكل جريتان. ما بيجي على باله الاشياء اللي فيها بشاميل او فيها أبداً. الاشياء اللي بتنصح للاسف ما بتحملوا الاشياء الثقيله لانها بتعملهم نوع من انواع النفخه المغص الاوجاع بالمعده. اوكي. طب قولي لنا ايش ممكن يكون في طرق ولكن بنفس الوقت بدنا اياها تكون صح لانه كثير ناس بيلجأوا للاسف لطرق مش مضبوطه بصيروا ياكلوا اشياء بتنصح بس ما بتعطي للجسم فوائد غذائية صحيحة. مظبوط. عادة النصائح الغذائية اللي بحصل عليها الشخص اللي حابب انه يزيد وزنه بتكون اولا اما كل شوكولات او كل شوكولاتات كتير ما هي بتزيد الوزن او زيد الخبز ما الخبز بزيد بالوزن. اللي نحن ما بنعرفه انه هدول الاشخاص بتكون ساعة المعدة عندهم كتير صغيرة. فاي نوع من الغذاء رح يعبي هاي المعدة بشكل سريع رح يعبيها لساعات كتير طويلة. اذا عم نحكي عن الخبز، الخبز من الاغذية اللي بيضل بالمعدة لفترة طويلة، يعني ممكن يبقى 3 لـ4 ساعات قبل ما الشخص يشعر بالرغبة باستهلاك اي نوع من الغذاء الثاني، فهو اكيد مش الحل. اما بالنسبه للشوكولاته ففي بعض من الاشخاص اللي بيعانوا من زياده في خساره الوزن بيلاقوا انه بيكون لما ياخذوا الشوكولاته بيعملهم حرقه او ارتداد مريئي. مصبوط. فممكن انه ياخذوها بس كمان رح يمتنعوا عن الاكل لساعات طويله من بعدها. طب شو يعملوا؟ شو بدنا نعمل؟ اول شيء في عندي ستبس او خطوات ممكن نعملها لحتى انه نحن نزيد من وزننا بالطريقه الصحيحه. اول شيء بدنا نلجا نعمله انه نحن بدنا نعمل الان بودي، فحص ببين نسب الدهون والكتله العضليه الموجوده عندي. لما انا بحدد الكتله العضليه وبتكون الكتله العضليه قليله بتكون زياده خساره الوزن بسبب ضعف الكتله العضليه. ضعف الكتله العضليه بيؤدي انه الجسم ما بيحرق سعرات حراريه كثير، فعشان هيك الشخص ما بيحرق فما بيجوع فما بياكل. أوكي. يعني نفس مشكله حتى اللي بدهم يخسروا وزن. بالضبط. يعني نفس عند اللي بدهم يزيد وزن. صحيح. اول طريقه غذائيه علاجيه بنعملها انه نحن اذا عندنا ضعف بالعضلات لازم نقوي هاي العضلات عبر استهلاك الاغذيه الصحيحه لزياده الكتله العضليه وضروري ممارسه الرياضه بالدرجه الاولى. ثانيا بنلجا بعد ما نشوف الكتله العضليه بنلجا للاغذيه قليله الحجم ولكن مليئه بالسعرات الحراريه. زي ايش مثال؟ يعني لما افيق الصبح وانا بدي اعمل سندويشه لبنه بدي احط كميه زيت زيتون كثير كبيره على هاي الساندويتش. وزيتون هيك بنعمل على فكره. وزيتون 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 لانه كله بنصح. صحيح. نقلل النشويات وهذا الاهم. نزيد من البروتينات ونزيد من الدهون المرفقه. نقللوا نشويات بدنا هذا انا بدي اقول لك اياه بس لحظه. هلا برضه بنصحوا اللي بدهم يخسروا يخسر وزن انه ما يكون في كثير نشويات، فانا بقلل النشويات وبزيد البروتين لانه بيساعد على الحرق. صحيح. بيساعد على الحرق في بعض من الحالات ولكن في حالات ضعف الكتله العضليه بيساعد اولا على بناء الكتله العضليه. فاحنا اتجاهات البروتين بتختلف حسب احتياجات الجسم. اذا الجسم عنده ضعف بالكتله العضليه ما رح يحرق البروتين الدهن، بالعكس رح يروح اولا يغذي العضل. فاحنا بالدرجه الاولى بنزيد البروتينات، بنزيد من الدهون الصحيه اللي ما بتاخذ حيز كبير من المعده، وبنفس الوقت بنمارس الرياضه لحتى نقوي الكتله العضليه. ثالثا بنلجا انه نحن ناخذ العصائر اللي مليئه بالمواد الغذائيه ولكن اللي ما بتؤدي الى زياده في نسب السكر بالدم. يعني ممكن عصير الجزر مع الشمندر رمان رائع، عصير الرمان ما فيه كثير سكر يعتبر رائع، التمر لازم يكون من ضمن الوجبات الغذائيه اليوميه اللي عم نستهلكها. أوكي. بشكل يومي. بالإضافة لهذا الإشي ممنوع الشخص انه ياخذ اكثر من قدرته على الاكل، يعني اذا انا بقدر اخذ قطعة توست واحدة على الفطور بضلني على هاي القطعة ولكن بغير المكونات الداخلية الموجودة بهاي الإضافات. خلينا نقول بالضبط. يعني.
بزيد، ما بروح باخذ ثلاث قطع خبز او اربعه، ممكن انه يتحمل الشخص ياخذهم على وجبه بس بنشوف انه رح يفشق وجبه الغداء ومرات كمان طيب. العشاء. طب في مثلا زي اجبان للتشيدر بنصحوا فيها لانها هي عاليه بالكالسيوم ولكن ايضا بالمقابل عاليه بالدهون. صحيح. فهل ممكن مثلا انا بدل ما احط لبن يمكن ما بدها اشكل دهون. احط بالعكس انا بحب الدهون اذا كانت دهون صحيه. التشيدر يعتبر دهون مش انه كثير سيئه. جيده. فممكن اخذ جبنه التشيدر، ممكن اخذ معاها الافوكادو، ممكن ناخذ اي نوع. كنت عن الافوكادو هل الافوكادو يعتبر هلا للي بدهم ينصحوا وللي بدهم ينحفوا يعتبر جيد صح بالمعقول انه اتس جود فات صح مزبوط. بس قد الكميات مثلا أوكي. للشخص اللي حابب انه يخفف من وزنه هي معلقه طعام الى معلقتين طعام كحد اقصى. للشخص اللي حابب يزيد من وزنه ممكن نرفع النسب من 4 الى 5 معالق طعام من الافوكادو. فبتعطيني نسبه سعرات حراريه عاليه. لما نيجي على وجبه الغداء افضل شيء انه نحن نعمله استبدال النشويات من الارز والخبز الابيض باي نوع من النشويات الحب الكامله اللي برضو؟ بتحتوي على بروتين اعلى بالضبط. مش مجال الواحد ياكل رز اصلا. لا بناكل رز بس مش بكميات كبيره. تحتوي على بروتين اعلى فرح يساعدهم كمان على بناء الكتله العضليه، ولانه فيها مواد مغذيه اكثر بتفتح الشهيه في بعض الحالات. يعني اذا انا عندي نقص معدن او فيتامين معين واخذت اغذيه بتحتوي على هذا المعدن او الفيتامين او مكملات غذائيه رح تنفتح شهيتي. حلو. فرح يصير عندي قابليه اكثر على استهلاك أوكي. الاطعمه. طيب يزيدوا كميه البروتين كمان على وجبه الغداء زي ممكن. عم تحكي على الفطور طبعا، يعني الدجاج بدل ما ياخذوه فرضا 90 جرام يصير 120 جرام ممكن كمان. ممكن حسب قدرتهم على التحمل. بالإضافة أنه نحن ممكن نضيف زيت الزيتون البارد على الأطعمة من فوق لحتى نحن نزيد من السعرات الحرارية ونزيد استهلاكنا من هاي الأغذية. حلو. طيب أنا في عندي سؤال قبل ما تخلص الفقرة كتير ضروري. الناس اللي بيقولوا إحنا بناكل وفعلا بتشوفيهم باكلوا باكلوا ما بنصحوا. هل حقيقة هذا الموضوع؟ ميتابوليزم بيكون مرات في ناس عن جد ما بنصحوا. يا سلمى تشهد لك سلمى منهم لله دول ناكل بناكل بناكل وعن جد بشوفهم باكلوا بس ما عندهم مش ليه ما بنصحوا وين بيروح طبيعه جسم ها. طبيعه اجسام اولا الجينات بتلعب دور بعدين طبعا. فكره ان احنا بناكل بناكل وما بننصح هاي مش صحيحه والله. عاده هدول الاشخاص بيكون عندهم انفتاح بالشهيه مش بس حرق بتنفتح شهيتهم لما ياكلوا الاكل او الوجبه مع مجموعه من الاشخاص بس بنشوف انه بقيه اليوم لما يكونوا لحالهم ما بيكون عندهم شهيه فما بيستهلكوا الاطعمه لا 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 شفتي ديما ما باكلوش صح لانه مستحيل يعني هاي مستحيل بالمنطق يعني انت انا انت بتاكلي دون انت ليش تحكي نفسيا المهم تحت صراحه طلع باكلوش الجماعه بالضبط طيب في معلومه اخيره قبل ما نخلص في معلومه اخيره استخدامنا لخميره البيره هي عبارة عن مكمل غذائي بينشر من الصيدلية هو ما بيحتوي على بيرة ولا بيحتوي على كحول ولكن هو يسمى خميرة البيرة بيساعد بشكل كتير كبير على زيادة الوزن إذا أخذناه بالطريقة الصحيحة باستشارة إما أخصائي التغذية أو الصيدلاني ولكن صدقا أنا بنصح أنه قبل ما نحن نعمل أي نوع من الأنظمة الغذائية للأشخاص اللي حابة تزيد بالوزن خلينا نستشير شخص مختص عشان ما نروح نبذل جهد كتير كبير ويروح كثير حلو بدون صحيح. ما يكون له اي فائده طيب ايش كنت تحضري افلام كرتون هذا موضوع حلقتنا كنت احضر كثير اشياء صراحه كنت احضر يا صاحب الظل الطويل طبعا احضره تمام انا اتشكرك كثير على وجودك معنا اليوم اهلا وسهلا فيك